وحول طلب إلغاء الإجراء الخاص بتطبيق المعدل المخفض للرسم على القيمة المضافة ب 9% على مادة السكر. إن هذا الإجراء أمنته عدة أسباب واعتبارات، خاصة تلك المتعلقة بتأثيرها السلبي على صحة الأفراد من جهة، وحجم فاتورة استيراد هذه المادة التي تثقل ميزانية الدولة تضعف احتياطي الصرف من جهة أخرى، حيث تشير الإحصائيات أن الجزائر تستورد ما يقارب 2 مليون طن من السكر سنويا، ما يجعلها تتصدر المراتب الأولى ضمن الدول الأكثر استيراداً له.